اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام، ونبتدي اول فقراتنا النهارده وضيفي الكريم دكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث السابق واستاذ امراض الجلديه. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. هنتكلم النهارده عن قناه السويس، واسمح لي برضو يعني عايزين نستفيد من وجود حضرتك معانا عشان نتكلم عن الحر والامراض الجلديه والحاجات المغلوطه اللي احنا بنعملها غلط. فخلينا بس نبتدي الاول عايزين نعرف من حضرتك الحاجات الصحيحه. خلينا نبتدي الاول عن قناه السويس، وقبل قناه السويس عايز اتكلم عن المصريين، الشعب العبقري، الشعب التركيبة الغريبة اللي العالم كله مش قادر يفهمها، لما بيحس انه برضه عايزاه بيعمل اي حاجة عشان ذرة تراب مصرية. تكلمني عن المصريين. بص حضرتك، اصل في تجربة انا خدتها شخصيا، حرب اكتوبر. انا كنت في الوقت ده ضابط احتياطي، بعد ما اتخرجت من الجامعة دخلت الجيش، ويوم 6 اكتوبر ده، 6 اكتوبر بيفكرني ب 6 8 بالظبط. انت عارف اللي هو الشعور بيه حضرتك، ان انت تقدر تعمل حاجه الناس بتقول عليها مستحيل. وفعلا يعني بص في تاريخنا كله، يعني حد بنى الاهرام زي المصريين؟ القناطر، السد العالي، قناه السويس الاولانيه، قناه السويس الثانيه. فانت عندك شعب بيقدر يعمل حاجات الناس تقول عليها ما ينفعش انها تتعمل. فانت انجزت بصراحه، يعني انت عارف في 10 شهور خلصت شيء الناس كلها مش متخيلها. فده بيخليني اقول ايه، ان احنا الحمد لله كل فتره كده ربنا بيكرمنا وبنستعيد الثقه في نفسنا. يعني كل ما يعني تحصل شويه مشاكل او ازمات، تخيل نبقى في هزه نقول لا ده احنا قادرين. وبالبرهان. فانا بسمي الحقيقه اللي حصل انه عوده الثقه لينا وعوده الروح للمصريين. ودي حاجه مهمه قوي ومطلوبه، عشان باذن الله الفتره اللي جايه فتره شغل على فكره. فتره شغل وتعب على كل المستويات، حضرتك في الاعلام، انا كطبيب، كعالم في المركز، العامل، كل واحد في مصر، كل واحد في مجاله. فالفتره فدي البدايه، وانا اعتقد ان شاء الله هي بدايه قويه، واللي جاي باذن الله هيبقى جميل ان شاء الله. خطوه من 1000 خطوه دي حقيقه، اصل دي حقيقه. والمثل الصيني بيقول ايه، الميل 1000 ميل اولهم خطوه. فدي خطوه، بس خلينا نسميها افزه بقى مش خطوه. الحمد لله. بس احنا كده بنطمع، يعني احنا كده احنا بنحب نطمع دايما، وطموح وسقف الطموح بتاعنا دايما مفتوح. اي مشروع جبار من المشاريع الجباره الكبيره اللي ان شاء الله بتتعمل، يمكن يعني موضوع شرق التفريع بتاع بورسعيد ابتدى يشتغل، ومشروع المليون فدان ابتدوا برضو يشتغلوا فيه، يعني في شغل ابتدى يطلع، وتطوير المحور نفسه، وتطوير المحور والطرق، شبكه الطرق برضو بنسبه كبيره ابتدت تخلص منها. فاحنا شايفين ان حاجات كبيره قوي شغاله دلوقتي على ارض الواقع. عايزين يعني احسن حاجه في اقل وقت زي ما الرئيس عايز دايما، ودي حاجه كلنا كمصريين عايزينها واثبتنا ان احنا نقدر. ايه اللي يمنع؟ مش حاجه خالص حضرتك. بص انت خلاص كسرت الحاجز اللي هو ايه، المستحيل. انت عملت في 10 شهور حاجه خياليه، ده في 10 شهور مش في سنه. طب انت قادر، يبقى انا اعتقد انك انت تقدر تعمل كل حاجه باذن الله انت عايزها، طالما انت عندك ثقه في النفس وثقه في قدراتك انك تعمل حاجه. اهم حاجه الثقه في النفس، ده بيخليك تقدر تعمل كل حاجه. فانت عندك دلوقتي الثقه، ليه ما تعملش اكتر من كده؟ شبكه الطرق على فكره هي بدات فعلا، هتتعمل وتخلص في ميعادها. بس عايزين بقى بمنتهى الامانه، احنا ناس بتوع بحث علمي، ناخد التجربه بتاع قناه السويس ونطبقها في كل حاجه. طيب العلم بيقول ايه، الناس دي مشيت ازاي، خططت ازاي، ادارت المشروع ازاي. هي الاداره، الاداره والاراده، الر في قبل الدال ولا بعد الدال، نفس الحروف والالف بس مترتبها. فازاي انت قدرت الموضوع، نجحت، حققت. عايزين ده بقى في كل حاجه، في الطب والزراعه والصحه والبيئه والثقافه والتعليم العالي كله. وفي محافظاتنا، هو اللي عمل دول اجانب مصريين، والنمو ده في مصر وفي ظل الظروف والامكانيات الحاليه. يعني عشان ساعات ناس يقول لك انت بتحارب الارهاب والظروف الاقتصاديه بتاعتك مش قد كده، وانجزت الانجاز اللي انت التزمت بيه في الوقت بتاعك، يمكن قبله بحاجه بسيطه، موسوعه جينيس عماله تجري ورانا، المصريين مش ملاحقه علينا خالص. انت يعني دخلت الموسوعه في الوقت، فاذا انت قدرت اهو. طب ليه بقى كل القطاعات ما تبقاش كده؟ يبقى المفروض باذن الله المرحله اللي جايه هذا النموذج يتم تطبيقه، يطبق في كل حاجه. طيب في مقوله عجبتني جدا كان قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال لك كل واحد رئيس جمهوريته في مكانه. يعني بمعنى ان كل واحد مدير مسؤول وياخد قراراته، وعايزين قرارات خارج الصندوق، عايزين حلول غير تقليديه، لان مشاكلنا محتاجه حلول غير تقليديه. التقليدي ما مشيش معانا الفتره اللي فاتت، السنين دي كلها عايزين حاجات غير تقليديه، عايزين شباب بفكر جديد، عايزين خبره الناس الكبيره، عايزين نعمل توازن بين الاثنين، عايزين نطلع في الاخر منتج ونطلع انتاج وننتج كلنا نشتغل. مش كل واحد يقول لك لا يا عم انا بقبض اخر الشهر، يا عم انا قاعد من 8 ل 2، سلام عليكم الساعه 2 يا جماعه يلا بينا. لا، عايزين نشتغل اكتر من كده، عايزين نحب اكتر بلدنا، عايزين نعمل ايه عشان ننمي الشعور دوت للاجيال اللي ما حستش بالحاجات دي مثلا؟
شوف رقم واحد القدوه. انت النهارده بالنسبه للشباب بالنسبه في قدوه رئيس الجمهوريه اهو، فكره طريقه تفكيره اداؤه، فده قدوه. عايزين نموذج بقى ده يبقى متواجد في كل حته. خلي بال حضرتك، حضرتك قلت كل واحد فينا رئيس جمهوريه او مسؤول في مكانه. ايوه احنا عايزين الكلام ده ليه؟ لانك انت لما يبقى عندك القدره على اتخاذ القرار، الشجاعه، عدم التردد، الحسم، ده بيخليك تنجح. فده هيجي عن طريق ايه؟ الكلمه اللي قلناها في الاول الاداره. تمام. بصراحه خلينا بقى نتكلم بصراحه اكتر، اختيار الشخصيات اللي تدير وتقود المؤسسات المختلفه، مؤسسات، جامعات، مراكز، هيئات، مصانع، وزارات، محافظات، كله. عايزين نبقى من الشخصيات تتوفر فيها الصفات دي، الجرأة، القدرة على التفكير، الإبداع، الرؤية، يبقى عنده رؤية، عنده حلم وعايز يعمله، مش متردد، مش خايف، وعايز صف تاني وتالت ورابع، قادر بالظبط، البدلاء زي ما مقعد البدلاء في الرعاة، ما يقعدش لوحدي بالظبط، أربي كوادر عشان يشوفوني أنا بعمل إيه. ويبقى دي الكلام ده لو عملناه هيتحقق اللي ستك بتقوله، وده ممكن وده موجود. وعشان انا ساعات بقى يقول لك ايه، طب هم فين الناس دول؟ احنا مش بنلاقي. والله موجودين. لا كتير. طب ما هو نموذج اهو، رئيس هيئه قناه السويس. طب مش في زيه ناس كتير؟ طب. اكيد. يبقى بنحط معايير بقى نختار على اساسها، 1 2 3 اللي تتوفر فيه المعايير دي احطه هنا محافظ، احطه رئيس جامعه، احطه رئيس هيئه، عشان هو ده اللي هنطلب من المكان. اداره، والاداره الجماعيه هتخلينا ننجح الفتره الجايه. وبعدين احنا بنطلع بره ونسافر طبعا، ونتفوق في الجامعات وفي كل حته. فاذا القدره الابداعيه موجوده في انسان مصر. تمام. بس الشطاره بقى ان احنا نظهرها ونختار الشخص المناسب في المكان المناسب. تمام. طيب خلينا نروح لقناه السويس. وانا هممني جدا، يعني احنا اتكلمنا الجانب الاقتصادي عامه، يعني كل البرامج اتكلمت عليه ومدى النفع اللي هيعود علينا، برضو ممكن نلقي الضوء عليه، لكن يهمني قوي نظره العالم لينا. يهمني قوي ان احنا كنا بحكم ان احنا صحفيين او يعني في التلفزيون او كده، كنا بنتابع كل وكالات الانباء، كل الصحف، كل التلفزيونات، كل الاذاعات، بنشوف الناس بتقول ايه. عايز راي حضرتك في ما قاله الاخرون عن مصر في الصحف والاعلام الغربي بشكل عام بسبب الموضوع ده. شوف انا قلت في اول كلام حضرتك المشروع ده خلانا نستعيد الثقه في انفسنا. المشروع ده خلى العالم يستعيد الثقه فينا برضه. يعني فتره هل المصريين يقدروا يعملوا حاجه؟ فلما النهارده المستثمر الاجنبي يلاقيك انت عملت الكلام ده في 10 شهور يجي يضخ استثمار تاني، يقول لك لا ما هم قادرين يعملوا، دول مش كساله، بالعكس دول نشيطين زياده عن اللزوم. فهتلاقي العالم كله النهارده يبدا يفكر يعمل استثمارات هنا في كل المجالات، طاقه، صناعه دواء، صناعه زراعه، كله. فده بيخلي العالم كله يثق فيك. 2، يشتغل معاك، يدعم، يديك، لان هو النهارده مش هيخاف على فلوسه. ده في البلد دي انا لما احط فلوسي هتبقى تزيد. يبقى اذا انت تحولت لسوق او بلد واعد، ده يخلي العالم كله يجي لك. كمان يتعامل معاك في كل المجالات علميا. خلاص بقى، ما انت عندك امكانيات، يبقى ايه المانع ان انا كجامعات بره اشتغل مع الجامعات المصريه واعمل معاها بروتوكولات تعاون، استعين بالباحثين والعلماء المصريين واديك علماء من عندهم. فاصبح النهارده فيه ثقة عند العالم الخارجي في إمكانياتك، وفي نفس الوقت ثقة في القيادة السياسية بتاعتك. طب. لأنها إيه؟ لما بتقول حاجة بتنفذها. خلي بالك دي مهمة جدا، إن العالم يقتنع بالقيادة السياسية ويحترمها، وأصبح فيها يقتنع ويحترمها. ده مهم قوي ليك أنت كصوت في العالم، تبقى صوت مسموع. حتى البلاد اللي كانت عاملة بين البنين، اللي هي مش قادرة تاخد موقف، ها إيه بتاع دلوقتي كله بيجري، عايز يجري وحتى اللي كان بيهاجمك، حتى اللي كان بيهاجمك مكسوف دلوقتي مش قادر يتكلم. ما هيقول إيه؟ ده ناس بتشتغل وفي نظام سياسي قوي ودوله قويه بتفي بالتزاماتها وبوعودها. فطبعا دي بتخلي العالم كله يبص لك بنظره فيها احترام شديد جدا. تمام. طيب انا بس عايز نلقي ضوء سريعا كده على يعني مدى الاستفاده من محور قناه السويس، لان هيبقى في مشاريع كبيره جدا، وطبعا يعني مرور السفن هيبقى اسهل رايح جاي تو ويز، هيخلي حاجات كتيرة جدا تفيد الاقتصاد المصري بشكل عام. من وجهة نظر حضرتك إلى أي مدى ممكن يستفيد التجارة العالمية، يعني العالم يستفيد إزاي من اللي إحنا عملناه في قناة السويس، وإحنا كمصريين نستفيد إزاي؟ خلي بالك المشروع اللي أنت عملته ده أثر على قناة بنما، وأثر على كل ممرات المياه في العالم يعني. وفي قناة كانت عايزة تتعمل تانية مش هتتعمل غالبا، نح فوقينا بشوية كده على اليمين. يعني أنا قلتها بمنتهى الأمانة، دي لطمة للمشروع بتاعهم، لأنه أنت خلاص ضربت المشروع ده. هو كان ناوي يعمل إيه؟ يعمل في بالصراحه كده في مدينه ايلات منطقه لوجستيه عالميه. المشروع خلاص ده ودراسه الجدوى اللي دفعت بالملايين هناك راحت خلاص، لانك انت بتحول النهارده منطقه السويس لمركز تجاره عالمي، وانت اصل موقعك متميز. ده انت في وسط العالم، المناخ بتاعك معتدل، فانت يعني انت بتمثل النجاح.
النهارده طبعا المشروع لما بيتم كميه السفن اللي بتعدي بتزيد. الفتره الزمنيه بتقل، ده بالنسبه لرجال الاعمال والشركات العالميه فلوس. بره حضرتك او في اي مستثمر الدقيقه دي معناها ايه؟ طبعا. دولار. طبعا. فانت بتوفر عليها دقيقه بتوفر عليها دولار، فده طبعا معناه عائد اكبر عليك، لان كل ما تعدي سفن اكتر ده عائد مادي اكتر. بعد كده المشروع بقى بتاع تطوير قناه السويس، انت بتعمل مناطق صناعيه كبيره. وخليني اتكلم كمان غصب عني انا بقى دور العلم في المنطقه دي، لان انا راجل بتاع بحث علمي. المتوقع في الفتره اللي جايه ان يكون هناك يعني دور للعلماء المصريين في جامعه ومركز بحوث كبير جدا في المشروع ده، لان المشروع ده فيه مركبات صناعيه يعني تجمعات صناعيه في مجال الدواء، ده مهم جدا. انت عندك سينا مشهوره بزراعه النباتات طبعا. الطبيه وهتستخدمها في صناعه الدواء، عندك صناعات غذائيه، عندك صناعات بتروكيماويه، صناعات الطاقه كلها، انت دلوقتي داخل على الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، فمستلزمات الحاجات دي مصانع هتعملها. حاجات جديده لازم نفكر فيها زي السيليكون. سينا الرمله بتاعتها اجود انواع السيليكون موجوده فيها، فهل بقى هنستخدم السيليكون في صناعات زي صناعه الالكترونيات، صناعه الزجاج، وتبقى مصر دوله مصدره للزجاج؟ فانت داخل على مرحله فيها مشاريع كبيره جدا. اعتقد ان العلماء والبحاث المصريين هيبقى لهم دور كبير من خلال الدراسات اللي اتعملت واللي بتتعمل. وانا بصراحه كراجل في المركز القومي للبحوث اتمنى ان انا اشوف وسط هذا المشروع كمان ان شاء الله مركز بحوث. مركز ابحاث علميه جوه المشروع عشان يربط بين ما يقوم به العلماء وبين حاجه المصانع وتطويرها وكلام من ده. فانت داخل على مشروع كبير، المشروع ده هل عائد اقتصادي كبير؟ اكثر مما تتخيل، يعني الناس بتتكلم على 100 مليار متوقع. انا بقول اكتر من كده بكتير. صح. انت عدد فرص العمل المتوقع اللي هم حاسبينها اضعافها هتبقى موجوده. لان الاستثمارات دي بتجيب استثمارات ثانيه، يعني انت بتقول انا هعمل كذا مصنع، غالبا الكذا مصنع دول هيبقوا الضعف. اكيد. لان كمستثمر باجي الاقي المصنع ده اشتغل باجي اشتغل جنبه. فبالتالي صناعات اكتر، استثمارات اكتر، عمله بتقوى اكتر، سياحه بتيجي اكتر. وبالتالي الاقتصاد كله بسميها انا مصطلح كده الاقتصاد المصري بيهم. حلو قوي، الاقتصاد المصري بيهم. تمام. طيب في ناس، بعض الناس بتقول لك طب انا كمواطن قاعد في بيتنا هستفيد ايه من مشروع زي ده؟ لما الاقتصاد المصري هيهم مش هيعليني كاقتصاد عام؟ طبعا. يعني انا مستواي المعيشي مش هيعلى شويه؟ مش هيبقى احسن؟ مش هيبقى افضل لما اقتصاد بلدي يبقى جامد؟ هبقى انا جامد زيه؟ هبقى عايش على مستوى كويس؟ ولا اصل في بعض الناس يعني على الفيسبوك بصراحه بيحرقوا الدم. يعني انت تخش على تويتر او فيسبوك تلاقي انا قاعد في بيتنا لغايه دلوقتي ما حدش خبط عليا وجاب لي $5. يا عم في ايه انتوا بتهرجوا؟ يعني معلش يعني الناس يعني الصفراء اللي هي مالهاش لازمه تراكمات سنين من عدم الوعي. فشيء لازم تعمل حاجه زي كده. اثنين، في ناس حاقدة على نجاحك برضو، ما تنساش في ناس عندها غل لانها كانت عماله بتراهن انك انت مش هتقدر تعمل الكلام ده، فانت كسبت الرهان، فهو مش عارف يعمل ايه. وبعدين العجله بدات تدور، طب هو مش قادر يوقف العجله، فبيحدفك بقى بشويه حاجات. كل كلام هو طلع غلط دلوقتي قدام الناس صحابه واللي قاعدين معاه. هو اللي بيتكلم ده على فكره بعد شويه هتلاقيه دخل وكمان في العجله، لانه هيروح يلاقي وظيفه ويبدا يشتغل، هينسى الكلام اللي كان بيقوله. هاي بتقول تعود على الانسان المصري ازاي؟ انا النهارده لما تتوفر فرص عمل، مشكله من المشكله اللي كانت عندنا في الفتره اللي فاتت البطاله. البطاله مش لاقيين شغل. لما الاقي فرص عمل واخد مرتب كويس هتبدا الناس يبقى معاها فلوس، اللي كانش بيتجوز هيتجوز، لما هيتجوز هيروح يشتري شقه، لما يشتري شقه يبقى في عماره هتشتغل، يبقى في بنايين هيبنوا، يبقى في راجل بيعمل موبيلي عشان يفرش الشقه. صح. يبقى في واحد بتاع دهانات هيدهن، يبقى في واحد هينقل له مش عارف ايه، وبتاع السجاجيد هيعمل سجاجيد. الصناعه سلسله مرتبطه ببعضها، بتبدا الاقتصاد يقوم هيجر وراك كل الصناعات لغايه الراجل اللي بيزرع القمح في الارض. فاذا في خلال سنوات قليله مش بعيد هتبص احنا بنحس بيها شيء طبيعي. وبعدين احنا مش يعني مش هنخترع العجله، ما الدول اللي سبقتنا عملت كده. صح. ماليزيا والكلام ده لما الاقتصاد قام التعليم وراه قام، الصحه اتطورت، كله قام. التعليم حضرتك فتحت موضوع ملعبي. ملعبي. انا للاسف عندنا نظام حافظ مش فاهم، احنا بنقعد نحفظ كتير جدا ويمكن ما بنفهمش كتير في المناهج بتاعتنا. تفتكر حياتك ازاي نقدر نوصل المعلومه للطفل او للطالب بحيث ان هو يفهم ويجري يعمل ابحاث؟ يعني مطلوب منه يعمل ريسيرش عشان خاطر يوصل للنتيجه، مش النظريه بتقول كذا طبق احفظ طبقها وخلاص. ازاي امتى نخلي الطلبه يشغلوا مخهم، يروحوا يدوروا، يشوفوا ازاي اعمل بحث كامل، اتعلم اعمل بحث عشان اتعلم بعد كده اعمل بزنس فيزيبيليتي ستادي لشغلي، اشوف اذا كان هينفعني ولا لا، اعمله ازاي؟ تفتكر نشوف الحاجات دي في يوم من الايام؟ طبعا انا بشوف مشكله التعليم دي قضيتي، يعني لان انا بشوف بحث علمي. عايز اقول لسيادتك حاجه، احنا برضو مش هنخترع العجله،
النماذج الناجحه موجوده آه. في الهند وفي الصين وكلام من ده. التعليم برضو هي اداره على فكره ايه؟ انك انت تحول التعليم من فكره التحفيز الى فكره الابداع الفكري. ودي يعني بلاش يعني نقعد نقول الامكانيات وصعبه اللي هي الشماعه بس، لا انت ممكن تعمل كل حاجه. احنا عندنا امكانيات بدليل كميه الدروس اللي بنديها لاولادنا، طب ما نخليهم يشغلوا دماغهم بيها. بس انا عايز الناس تحفظ، طب اعمل ايه؟ ابدا الفكره اللي هي الابداعيه، انا عندي فصل في طلبه حتى لو كانوا كتير. ما ينفعش انا اقف على السبوره واكتب قوم يا ابني سمع من صفحه كذا لكذا وانت كذا كذا، واللي ما يحفظ واللي ما يسمعش اضربه بالعصايه. بص الكارثه، او اعاقبه او ارفده وبعدين يخش في امتحان يقول كلمتين. لا انا عايز الولاد هي اللي تجمع المعلومات. النهارده كل شيء بقى متوفر على فكره، حتى في الارياف. أي. الولاد بقت بتفتح الكمبيوتر والانترنت. صح. انا المفروض كمدرس او النظام التعليمي انا بقول للولاد احنا الحصه اللي جايه يا جماعه هنتكلم احنا واحنا قاعدين في الجنينه دلوقتي عن نمو النباتات. اقروا ايه يعني ايه نمو النباتات؟ هيقرا ويغلط ويعمل، يجي الفصل الحصه اللي جايه يعني حاتم انت قريت ايه؟ هيقول لك النبات عباره عن ساق وجذر وورقه وبيظهر كده، والتاني يقول له الورقه خضراء عشان فيها كلوروفيل. الولد هو اللي بيقول للمدرس المعلومه. والولاد التانيين بيسمعوا والمدرس ينكشوا يقول له طب لو تعرضت للظل، واحد يقول له اه لا الشمس بتعمل كذا، التمثيل الضوئي. لا يمكن هيرجع يذاكر في الكتاب خلاص. صح. وهتبقى المعلومه لسه المعلومه خلاص وقفت في دماغه خلص. هو ده احنا عايزين نعمل الكلام. لو عملنا الكلام ده هيحصل تطوير للتعليم في مصر بشكل كبير جدا. هننمي الابداع عند الاطفال والتلاميذ. حضرتك قلت حاجه مهمه جدا، يحاول يشتغل ويغلط. احنا أيوة. عندنا اولياء الامور بيعملوا الواجبات لاولادهم عشان خاطر يروح ياخد النمره النهائيه، فالولد في الاخر بيطلع مش فاهم اي حاجه. حتى دي الواجب وهو بيعمله ما بتحصلش لحد النمره ان يوم الامتحان تلاقي الامهات واقفه بره المدرسه انتوا واقفين ليه؟ تمام. لا ان شاء الله خير، الجاي حلو ان شاء الله ونتمنى اكيد باذن الله. لا في مبشرات كويسه قوي يعني ان شاء الله. طب انا عايز استفيد بوجود حضرتك معانا كاستاذ امراض جلديه برضو، بما اننا بنمر بتكييف حلو وهواء حلو وفي شمس حارقه ولا حاجه كتير والله الحمد لله. عايزين نعرف بقى مع الحر ده احنا نعمل ايه؟ شوف اقول لحضرتك حاجه، كل حاجه دايما ليها حل. تعال نمسكها كده من اول اليوم، احنا يعني متوقع على فكره ان متوسط درجات الحراره العشر ايام اللي جاي يبقى حوالي الاربعين من 41 ل 39. طيب ايه المفروض نعمل ايه للكبار والصغيرين؟ اللي ما عندوش شغل مفيش داعي يتعرض للشمس المباشرة في الفترة من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 4. حلو. كويس. طب انا مضطر ان انا اخرج. في حاجات لازم اعملها. البس حاجات فاتحة، ما ينفعش اجي لحضرتك لابس جاكيتة سوداء او قميص كحلي. الحاجات دي تشد الحرارة تحتفظ بالحرارة وتمتص أشعة الشمس الأبيض بيعكسها. لازم أراعي إن أنا أشرب 3 لتر مية في اليوم. أحط حاجة على راسي. ممكن أحط أي كريمات من اللي بتحمي من الشمس. واخد بال حضرتك؟ ده لو أنا أقدر أعمل، ما أقدرش ألبس بنوتة كبيرة. مش عيب إن أنا ألبس بنوتة وأمسك شمسية. لا عادي مش أعمل الكلام ده طالما أنا مضطر إن أنا أقف في الشمس. أشرب مية كتير. قلنا اللبس. الحاجة التانية بقى، موضوع بقى حاجة غريبة بنعملها كمصريين. لما بنستحمى تبص تلاقي اني استحمى بميه فاتره. ليه؟ انا لازم استحمى بميه بارده ساقعه. يعني ما افتحش السخان. خالص. طب بس مش هتقربش من الشمال. ما تنزل مولعه اصلا. هي بقى على رايك ده فما بلاقي ورغم كده الناس بتظبط حركتها. فعايز استحمى بميه بارده. ليه؟ لان اكتشفنا ان الميه الفاتره او الدافيه بتساعد على زياده تحمل النيل. وهنتكلم على ايه تحمل النيل دلوقتي. كويس؟ يبقى الحموم بميه بارده ومش عايز ليفه. طب اغسل جسمي بايه؟ صابون جليسرين، صابونه كده بتبقى 50 قرش موجوده في عندي البقالين. دي الاستحمام، مش عايزين بقى الماركات والحاجات الكلام ده. كويس؟ واشرب 3 لتر ميه في اليوم، وابعد عن المشروبات السخنه. وابعد شاي لا؟ انا هو انا عايز ادفى؟ اشرب شاي ليه؟ في ناس بتشرب قهوه يعني بتصحى الصبح تقول صباح الخير قهوه. معلش في اليومين دول نستحمل شويه. لان دي بتسخن جسم. مش عايزين حاجه سكريات. لان السكريات بتدي طاقه فتسخني اكتر. فالعصاير والكلام ده غلط. اشرب ميه حلوه. احنا فاكرين عكس بقى ان احنا قد ما نشرب اشرب عصير اشرب حاجه هتاخد اشرب عصير ما فيهوش سكر ما عنديش مشكله، انما في سكر هيسخن لي جسمي. واحنا في الشتاء مش بناخد سكريات عشان ندفع. طب وبلاش طبعا اكل الحلويات البسبوسه بقى والكلام ده كله اليومين دول نبعد عنه خالص. لكن نكتر من ايه حضرتك؟ السلطه الخضراء، الخيار، الجزر، الطماطم، الفلفل الاخضر، الحاجات دي كويسه قوي. البطيخ الفاكهه، البطيخ والكنتالوب. دول اكتر حاجتين ممكن تاكلهم كحاجه حلوه وفي نفس الوقت وبيروا العطش
وفيهم الياف مهمه قوي عشان الهضم، فبتخلق الجسم كويس. الحاجه الثانيه بقى حضرتك ما ننساش ان احنا بنعرق كتير. العرق اللي بنعرقه ده بياخد معاه ملح من الجسم، فده ممكن يقلل الصوديوم. لو الصوديوم قل بيعمل ايه؟ تلاقي تقلصات اللي هو الكرامب في العضلات، ممكن يعمل صداع، ممكن يعمل حمامان نفس، ممكن يخليني احس ان انا دايخ شويه، ممكن الواحد يغمى عليه لو بيعمل مجهود جامد قوي في الشمس بره دلوقتي ويعرق كتير، ممكن يحصل كده. عشان كده انا بقول للولاد بلاش نمارس الرياضه الصبح اللي من دول، خليها بالليل. كويس؟ طب انا بضطر اعمل مجهود، راجل مرور بيقف وكلام من ده، او مضطر امشي في الشمس او اعرق، اعمل ايه؟ عايزين نص معلقه ملح في اليوم مع الغداء، نص معلقه صغيره ملح. او قطعتين زيتون مخلل خضر. او جزر مخلل بسيط، بس اللي عنده الضغط يخلي باله. خلي بالك. طب يعمل ايه اللي عنده الضغط بقى في حاله زي دي؟ لازم يحافظ على الادويه. ممكن ياخد ملح بس يحافظ على الادويه بتاعته. كمان الناس اللي عندها حساسيه تخلي بالها، ما تاخدش حاجه حد عشان ما تعملش شرش، بس في الحاله دي اعمل ايه بقى؟ ما اعملش مجهود بقى في الشمس عشان ما افقدش الصوديوم او الملح مع الميه. طب يا دكتور بالنسبه للناس العمال اللي بيشتغلوا على السقاله ويشيلوا القصعه ويحطوا يطلعوا اسمنت ويطلعوا طوب والحاجات دي كلها، هو الراجل بيجري على رزقه يعني، ما ينفعش يقعد في بيتهم وبينشف في عز الشمس، يتقي شر الحر ازاي او يعمل ايه؟ البرنيطه البيضاء وكلهم بيلبسوا برانيط وتكون واسعه مش ضيقه، مش حاجه منديل، برنيطه واسعه عشان تمنع عن الشمس. لازم معايا ميه باستمرار في الحنفيه، كل ساعه بشرب باستمرار، وزي ما قلت لحضرتك وهو بيتغدى حته المخلل او نص معلقه ملح، مفيش خوف. تمام. طب في يعني مش عارف اذا كان صح ولا غلط، بيقول لك طص نفسك بحبه ميه، يجي ماسك جردل ورش الولد اللي قدامه يجي، ده عادي ولا ده؟ انا بقول لك استحمى 3 مرات في اليوم. استحمى 4 مرات في اليوم. يعني احنا عايزين ميه كتير، فده شيء مهم. اضيف حاجه بقى عشان الاطفال الصغيرين كمان، يعني ده مهم قوي. لا من 6 سنين فيما انت نازل لحد مفيش خروج الصبح خالص في الشمس. ده تماما، يعني الطفل مش هيستحمل الكلام ده ولا استحمام وكلام من ده. وبعد الحموم في حاجه اسمها محلول الكلامينا. ده برجه وبمس الجسم، وللكبار كمان. انا فاكره الواحد بيتحرق ولا حاجه بيحطه بيبقى حاجه عشان حمو النيل. كويس. الشباب لازم تلبس فانيلا تحت القميص، بلاش حكايه ان انا البس القميص من غير فانيلا دي. لان الفانيلا القطن بتمص العرق فتقلل حمو النيل. الاطفال الصغيرين برضو بقى، يعني معلش الامهات المصريين هيزعلوا مني في الحته دي، اللي عندهم اطفال رضع، بلاش الحفاظات الصناعيه اللي من دول، البس الاسبوعين اللي جايين، ما اللي يشتغلوا بايه؟ بنرجع للكوافيل زي زمان. القطن طقم كوافيل، الناس كلها عندها دلوقتي بتغسل في البيت. واغير كل شويه، مش عشان حاجه، عشان بس حافظ، لان الحفاظه الصناعيه بتكتم. ده هم الشركات بتتباهى بالاعلان، يقول لك ده لا يمكن يسرب ميه. ده معناه انه هيكتم الطفل يا عيني الصغير ده، وفي الفضلات جوه. فتعمله التهاب. فمعلش نستحمل اليومين دول كفوله قطن تتغسل ونحط غيرها عشان نحافظ على صحه اطفالنا. طب حضرتك قلت حمونيل، معلش انا عايزك تشرح لنا يعني ايه حمونيل ده بس الناس بقى. اقول لسيادتك حاجه، حمونيل ده ظاهره بتصيب الجلد مع ارتفاع الحراره والرطوبه مع بعض. ليه؟ احنا دلوقتي بنعرق، الغدد العرقيه بتطلع العرق، لما بيكون في رطوبه عاليه في الجو العرق ما بتبخرش، فبيفضل جوه الغدد العرقيه فتتنفخ وفيها املاح تلتهب، فتبقى حبوب حمراء صغيره وفيها راس بيضاء. ودي اللي بتشوفها في رقبتنا او صدرنا او كتفنا، ونسميها حمونيل، وبيصاحبها رغبه في الهرش وحرقان جامد. طب ليه سموه حمونيل؟ زمان ايام الفيضان في مصر كان بيجي الفيضان دايما من نص يوليو لغايه نص سبتمبر. وكانت الوقت ده بيصير فيه حمونيل، فربطوا بين الفيضان وحمو النيل، عشان كده سموه حمو، حاجه حاميه، النيل اللي بيجي مع النيل مع الفيضان. ناس كتير ما تعرفش المعلومه دي. دي معلومه. انما هو بيجي اساسا نتيجه ارتفاع الرطوبه والعرق، وطبعا بعض العادات السيئه بتاعتنا زي ما قلت لحضرتك، استحمى بميه دافيه او نلبس تقيل او نلبس غامق او نلبس حضرتك ملابس من خيوط صناعيه. بوليستر والاكريل، الحاجات دي في منتهى الخطوره دلوقتي. لانها بتكتم قوي الجسم، بتعلي الحراره وبتخلينا نعرق. ما فيش احسن من القطن من الاخر يعني. القطن 100%. اللون القطن الابيض، الليموني، اللبني، الالوان الفاتحه، عشان زي ما قلت لحضرتك. تمام. طب دكتور معلش، في بعض الناس عشان العرق وكده بيحطوا سبراي، فهل سبراي احسن ولا الحاجات اللي هي بتبقى بالرولر او الحاجات دي؟ عشان الموضوع ده كبير قوي والناس كتير اتكلمت فيه. لا عايز رولر ولا عايز ديودرنت ولا مزيل العرق، ولا اجمل حاجه في الدنيا. في حاجه اسمها الشابه حضرتك، موجوده عند العطارين. الشابه دي حضرتك بجيبها بودره مش صلبه، واتشطف كويس قوي، وبعد ما اتشطف ونشف اخد البودره دي الشابه دي واحطها على الجلد تحت الابط. ليه بقى حضرتك؟ البودره نفسها بتمص العرق، وفي نفس الوقت
بتخلي الغدد العرقيه ما تطلعش عرق كتير. حاجه التانية هي مطهره فبتطهر المكان. ثبت لنا علميا ان سبب ان ساعات بيبقى فيه ريحه مع العرق نتيجه وجود بكتيريا معينه الشاب بتموتها. الشركات العالميه دلوقتي بتتسابق على انها تعمل اللي هي الديودرنت او البليه الدوره دي من الشابه، من الشابه نفسها، واحنا عندنا الشابه هنا. فاذا بننصح باستخدام الشابه هنقلل العرق، هنمنع الريحه، ونحافظ على الجسم غير اي حاجه خالص. طيب قبل ما نختم لقائنا مع حضرتك يا دكتور، عايز حضرتك نصيحه كده 1 2 3، معلش نقولها تاني عشان لو كان حد مش متابعنا او كده من الاول، نعمل ايه في الحر؟ 1 2 3. 1، ارتداء الملابس القطنيه الفضفاضه ذات اللون الابيض الخفيف او الالوان الخفيفه في الصفحه. 2، الشباب لازم يلبس فانيلا قطن تحت القميص او تحت اللبس بتاعه. 3، عدم السير تحت الشمس مباشره في الفتره من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 4. واذا اضطريت ان انا امشي لازم احط حاجه على راسي والبس حاجات خفيفه، وممكن استخدم اي حاجات تمنع الشمس، كريمات واقيه من الشمس. الكلام ده برده الناس اللي في المصايف وفي النوادي. شرب الميه بانتظام، الميه فقط وليس العصائر المحلاه ولا المشروبات السخنه. وبالمره ما ناكلش اي حلويات مصنعه ولا مربى ولا الحاجات الايام دي، ومفيش شاي ولا قهوه ولا كلام من ده. تمام. ميه على الاقل 3 لتر متوزعين على 24 ساعه. تمام. الاستحمام بالماء البارد. تمام. واستخدام صابونه الجليسرين في الحموم، ومفيش داعي لليفه. تمام. طب اخر سؤال بقى معلش، عشان هنا رغبه الجماهير، الناس كلها بتسال، لا انا تحت امرك، حمونيل الاطفال يتعامل معاه ايه؟ يتعاملوا معاه ازاي؟ طبيعيا يعني طبيعي. قلنا هيستحمى 3 مرات ومفيش ليفه. بالليل لما بينام بحط تحتيه بشكير كبير او فوط عشان يمتص العرق، احميه 3 مرات في اليوم زي ما اتفقنا، وبعد كل حمام محلول الكلامينة ارجه وبامس الجلد كله بتاعه، يبقى انا همنع ان حمونيل يطلع. تمام. لو طلع برضه حلها لحمونيل مع معلقه صغيره من شراب المضادات الهستامين. تمام. دكتور هاني النظر بشكرك شكرا جزيلا، نورتني واستفدنا من وجود حضرتك معانا، ونتمنى ان نكونش اسئلتنا اثقلت على حضرتك. بالعكس انا اتشرفت بحضرتك. بشكرك شكرا جزيلا، نورتني. مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل ونرجع تاني عشان نكمل مع بعض مصر جميله.